مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأكيد متواصلين معاكم ولحن المساء إهداء أكيد جميل لكم وبكم. وائل، مؤخرا في كثير جدا من الشائعات بدأت تنتشر على مواقع السوشيال ميديا والوسائط المختلفة والمتعددة، وأيضا على أرض الواقع كثير من أحداث لمقتل مثلا، أو خلينا نقول تغيب الموت الشخصية الفلانية، أو في كثير بتسبب مشكلة وهلع بالنسبة للشخصية ذاتها وبالنسبة لأسرته وكل المحيط وحتى جمهوره إذا كان شخصية خلينا نقول عامة. فالاتجاه ده بقى منتشر في السودان، هل من رأيك فراغ نقدر نقول، ولا ناس هي دائرة تعمل شو من القصة ولا الحكاية؟ هو طبعا موضوع إشاعة بتاعت وفاة لشخصية عامة أو لشخص معروف، أنا أعتقد أنه مهما طالت أو مهما كبرت مساحة الألم اللي بتسببه الإشاعة، ما زي لما تكون إشاعة بتزعزع أمن بلد، صحيح، أو تؤثر على أمن كيان كامل، صحيح، أو شعب كامل أو وطن كامل. فأنا أفتكر أنه حالياً زمان كان الإشاعة بتنطلق وبتاخد زمن، دورة حياة كاملة طويلة، نعم، على بال ما أنها تنتشر وتاخد وضعيتها في الانتشار. حالياً بعد انتشار السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم على أنه أصبح العالم قرية صغيرة، واللي بيقولوا أنه أصبح العالم عبارة عن 3 إنش في 4 إنش اللي هي شاشة موبايل، وإنت صحيح قادر على أنك تطلق إشاعة أو تطلق خبر ينتشر بسرعة البرق، يعني أقل من كسر من الثانية على بال ما ترسله أنت في الفيسبوك تلقاه انتشر كالنار في الهشام فعلا. وده لأسباب عديدة كثير، يعني من ضيفتنا برضو حتتكلم في الجانب ده، اللي هو في غياب المعلومة الموثوقة أو المعلومة الصحيحة، وفي غياب المصدر الموثوق بتبقى في بيئة خصبة جدا لانتشار الشائعات في صحيح. أي مجتمع. نعم، نحن عموما حنشوف الظاهرة دي اللي بدأت تنتشر في السودان بشكل مستشري وكبير جدا، وحنشوف الأسباب والدوافع لانتشار الشائعة، سواء كان مقتل لأشخاص أو شخوص معروفين، أو سواء كان لتهديد الأمن الوطني أو للبلاد، وكثير من الأشياء اللي نحن بقينا نتابعها ونشوفها الآن. معانا من خلال المساحة دي خير متحدث ومختص، خلينا نقول صحفية بصحيفة اليوم التالي، مي عز الدين. أهلا ومرحبا بك في حضرة المساء. مرحبا بكم، يعني يسعدني جدا أن أكون الليلة ضيفة معكم. بتمنى جديد أنه يعني أقدم كده معلومة تفيد المشاهد إن شاء الله، وقدر استفيد منها إن شاء الله يا رب العالمين. في الفترة الأخيرة يمكن ظهر للسطح، يمكن القرارات الأخيرة لفيسبوك إنها حجبت عدد من المواقع، صحيح، اللي بتنشر الإشاعات أو بتساهم في نشر الإشاعات، وعدد من الصفحات، نعم، اللي بعض منها من خارج السودان، وده طبعا بتدخل فيه استخبارات ومخابرات، ويعني أصابع يمكن توجهت بالاتهام لعدد من الدول اللي بتثير الشائعات في السودان. برضو كمان القرار الأخير بإغلاق عدد من الصحف الإلكترونية، برضو كمان صدر بيان من وزارة الإعلام إنه جزء منها إنها تثير الإشاعات أو إنها بتساهم في زعزعة الأمن الوطني. خلينا نتكلم شوية زي ما قبيل سألت أمل، شنو الدوافع اللي بتخلي الإنسان إنه يكتب إشاعة وينشر إشاعة؟ خلينا مع كاتب الإشاعة، لأنه الناشر قد يكون بينشر بحسن نية، صحيح، لأنه المعلومة الصحيحة غايبة أو المصدر الموثوق غايب عنه. تكلم عن كاتب الإشاعة. والله صراحة يعني في ناس يعني دي هو يعني زي ما بقوله دي هوايتهم أو مرض نفسي، يعني أنا ما أعرف، لكن مرات بيكون الأسباب بتاعت إنه زول يكتب شائعة يا عنده مشكلة مع الزول ده، يعني مثلا بيكتب الحاجة دي، يا يكون مرض نفسي أو هوايته إنه يعمل بلبلة. والشائعات صراحة يعني زعزعت أسر كثيرة شديد، حتى في السودان يعني سببت في مشاكل كثيرة شديد. أنا صراحة في ناس كثيرين لما يسمعوا خبر كعب بيجوني أول حاجة بقول لي يا مي الكلام ده صح؟ أنتوا جادين نزلتوا؟ بقول لهم يا جماعة الكلام ده ما صح، وفي حاجة تانية تأكدوا منها من الصحف. ده الحاجة بتخليني إنه أنا أقول إنه الصحف الورقية ما زالت بتحمل يعني مصدر الجد حاليا، صحيح، والمصداقية والمصداقية. يعني أنا في ناس كتاب بيلجأوا لي بعد ما يقروا خبر في موقع أو خبر في السوشيال ميديا أو في الفيسبوك، يعني بيكون مستنكر يعني، تمام. فأنا بشوف إنه الشائعة دي مصدرها يعني بيكون مرض نفسي، ناس اتعودت إنه تكتب
يعني بس كده عايزه تعمل شوية نفسها تمام. يعني في ناس عايزه تجيب لايكات كثيره, ايوه عايزه تجيب لايكات كثيره. يعني في ناس هوايتهم كده يعني بتلقى انه, وسبحان الله ما المشكله فيهم, انا ما بغيظني انه هم الناس بينشروا الشائعات, المشكله انه في ناس بيساعدوهم. صحيح, يعني بتلقى انه الزول بيقرا القارئ اي بشير باللايك يا اخي, ما يعني كده بكبروا له راسه. فانت لا لقيت 1000 لايك بكره اكيد حتكون محتاج ل 5000 لايك. صحيح. تمام. فالحاجة دي مدعومة, مدعومة. وإن أنا دائما بقول إنه يا جماعة أنتم ما تحملوا الدولة هي بس السبب, دائما المواطن عنده جزء كبير في الأغلاط يعني بتحصل. تمام. يعني نحن ناسي حتى اقتصاديا, معلش حطلع شوية برا, يعني حتى اقتصاديا بيقول لك الدولة الدولة, مع إنه التجار كانوا هم سبب برضو, حتى لو ما في رقابة برضو في حاجة. بس لو سمحت لي في النقطة دي, ما إنه الدولة بتاخذ الوزر الأكبر في موضوع, أيوة بتاخذ الوزر, انتشار الإشاعات. ليه؟ لأنها ما قادرة تكون يعني مع مش ما في رقابة, خلينا من الرقابة شوي. هي ما قادرة تملك الناس أو تملك المجتمع أو تملك المواطن المعلومة الصحيحة. معلومة صحيحة. يعني أنا كقارئ أو كمواطن عادي, إذا كان أصلاً المعلومة عندي موجودة عندي مملكة. نعم. من مصدر موثوق, إذا كان ناطق رسمي أو إذا كان مدير المكتب الإعلامي أو أو غيره من الجهات المسموح لها بأنها تتكلم وتخاطب المجتمع, فما بحتاج أصلاً لأنه أنا أقرأ خبر إشاعة أو أنه أنا ألتفت لإشاعة, لأنه أنا أصلاً المعلومة عندي وموجودة. بالضبط كده. يعني الإشاعة بتنتشر في غياب المعلومة الصحيحة. صحيح. والمشكلة إنه الإشاعة حتى لما تكون معلومة يعني ما صحيحة, بتلقى إنه داك بينشرها. يعني ما بقدر بيتأكد من المعلومة دي صح ولا غلط. صحيح. انت اللي نشرت معلومة غلط بكرة غيرك بينشرها برضو, فبقيت الناس بتمشي بالحاجة دي. تمام. فانتشرت الشائعات مؤخرا, يعني انا يعني بتذكر إنه الشائعات دي كانت سببت في هدم بيوت, يعني إنه في زول بيجي كلام ما بكون صح. صحيح. الواحد بيمشي فيه, يعني في ناس بيقول انه مثلا الفنان الفلاني توفى, ممكن عادي وينشر الخبر بعد شويه يقول لك معليش والله ما صح الكلام ده, بيمسح الخبر وتاني يجي زول يعتذر ويجي زول تاني يبرر. ليه ده كله؟ انت من الاول ما تتاكد انه المعلومه دي صح من مصدر صح بعدين تنشرها. صح. صحيح. لكن بقت المشكله انه حتى السوشيال ميديا بتلقي انه في ناس معروفه كمان, معروفه وعندها اسم, بتنشر شائعات غلط والناس بتصدقها. تمام. وفي النهايه بيجوا بيعتذروا. نعم. يعني الحاجه دي بتهبل بالذات. برضه سمحت لي مي انه برضه في انتقاد بالنسبه للصحف. طيب. اذا كان الكترونيه او اذا كان ورقيه. طيب. يعني كثير جدا الصحافه بتجيب خبر بمنشيط كبير. طيب. ويكون في النهايه هو خبر غير صحيح. او نعم. خبر كاذب. يعني مثلا زي الخبر الأخير اللي أخذ رواج واسع جدا جدا بتاع السيدة الإفريقية اللي جاية تعمل أفلام برونو في السودان وغيره. أيوة. نعم. يعني أنت بتلقى إنه الخبر الغير صحيح موجود في الصفحة الأولى وبالبنط العريض, لكن لما يجي الاعتذار عنه بتلقي حتة ركن من أركان الصحيفة, ثلاثة سطور ما في حد ذاته تشوفها ولا بيلتفت ليها. أنا تلك الحاجة دي هدمت بيوت, يعني نشرت يعني بلاوي ومصائب. الحاجة دي الأول أنت ذكرت النقطة المهمة والجزئية دي يا وائل, هي بترجع لإنه دايرين أكثر مبيعا, دايرين لايكات, دايرين صحيح للصحف, خلينا نقول, وبعدين مستغلين وضع إنه البلد دي حرية. تمام. يعني في ناس بتستغل انه الوضع البلد دي فيها حريه, فاقل حاجه بتحصل بيسمعوها حاجه كده يعني شاذه, بيقوم الواحد بيعمل بلبله فيها مثلا. تمام. فخلاص المجتمع حيصدق عشان شنو؟ عشان خلاص نقول انه البلد دي فاكه. صحيح. البلد دي يعني كده اصلا. نعم. هم دايرين كده اصلا, المواطن ده داير الحريه, فشنو عشان كده بيكبروا المواضيع. تمام. بيعملوا بلبله من حياته الصغيره لانه الحريه, لانه البلد بقت حريه. زمان كان شويه في انضباط لانه الناس بتكون خايفه من جهات معينه. تمام. هسه ما في زول خايف من حاجه صراحه, يعني فالزول بينشر الكلام لانه اي زول بيستغل الحاجه دي لمصلحته. احنا عايزين الحريه. طيب. الحريه. أيوة. عاوزينها. ونحن بننادي بالحريه. نعم. الحريه الصحفيه. أيوة. لكن تكون المصداقيه والمهنيه هي المقياس وهي الاساس. يعني ما في زول يعني يوقفوه ولا يحجبوه. صحيح. لمجرد اختلاف في الرؤى السياسيه او الانتماء السياسي او او انه كلامه ما عاجبك طالما. أيوة. هو صحيح او انه بينتقدك. لا, يكون اذا كان انت توقفه او تحجبه اذا كان بيقول كلام ما صحيح. صحيح. كلام فيه سرقه. بالذات بتعمل بلبله انه لا يوقفوا المواقع. صحيح.
دي بتخلي ممكن ناس كثيرين يعملوا تساؤلات ليه المواقع وقفت، معناتها ثاني احنا ما نتابع مواقع، معناتها المواقع بتجيب اخبار شائعات. صحيح. تمام. طيب انا خلوني في الجزئيه اللي انتم ذكرتوها واثرتوا حولها النقاش. طيب. حقيقه الحريه عمرها ما بتدينا افتراضيه بانه نحن ننشر اخبار كاذبه على حساب مثلا انه نحن دايرين شو اكبر او دايرين نظهر مدى لايكات او كومنتات او خلينا نقول انه صحف ورقيه تباع او اكثر تكون مبيعا او جذب بالنسبه للقارئ او المتلقي، خلينا نقول دي كلها ابدا الحريه ما بتديها المساحه دي. فالناس حتى مساحه الحريه او فهم الحريه اصبح بالنسبه لهم خاطئ جدا، كثير جدا من الفهم. نعم. السائد الان يا مي اصبح الاتجاه الان من قبل الناس او جهات زي ما تدخلت الحكومه وصرحت بانه في شبكات اصبحت موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنشر أخبار كاذبة عن البلد وعن الحكومة والمشكلات قد تكون ذات في أطر مشكلات هم بينشروها عبر الأخبار الكاذبة. فإلى أي مدى خلينا نقول ممكن الآن الناس اللي بتفتعل الأشياء والإشاعات دي ممكن تقيف عند حد معين، أو مين الممكن يتدخل وإنه يوقفها من نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة اللي بقت تأثر علينا تأثير سلبي جدا في حياتنا، بقينا. نعم. حتى نتلقى منو الصاح ومنو يعني كاذب في خلينا نقول الأخبار سواء كانت سوشيال ميديا أو صحف مقروءة. والله أنا صراحة شايفة إنه الدولة هي اللي عندها دور كبير في كده، إنه توقف الشائعات وتعرف مصدرها وين. تعرف إنه الناس اللي بيصدروا الشائعات دي والأخبار الكاذبة وين، توقفهم عند حدهم. يعني إذا الدولة ما تدخلت وما يعني ما كانت السبب الرئيسي في الحاجة دي الناس حتتمهدى. فهمتي؟ يعني أنت الليلة قلت خبر كاذب، بكرة غيرك بيقول خبر كاذب، ما خلاص ما بزول سائلهم. صحيح. تمام. إذا ما وضع حد من الدولة إنه أي زول يعني ما يكتب يكون معاقب عليه بالسجن، وين المشكلة؟ أنت قلت خبر خاطئ تعاقب، تمشي السجن، تدفع غرامة. يعني لو ما وضعت حد للحاجة دي الناس حتكون مستمرة. صحيح. وبعدين في انتهاك حقوق مرات. يعني في ناس انا ما بعرف، في ناس برضو يقولوا عنهم اخبار كاذبه. يعني مثلا فنانه قالوا انها مثلا اتقبضت في مخدرات وهي تكون ما اتقبضت. صحيح. يلا ليه بترضى نفسها كده؟ ليه ما بتفتح بلاغ؟ ليه ما يعني بتلقي انه في ناس عادي ايوه بتهاونوا في الموضوع. فانا امشي وجه بيفتكر فاتحه ابوابه لكل الناس، يعني جرائم المعلوماتيه قاعده. يعني اي زول عنده حق ممكن يعني يلقاه. تمام. بس انا برجع اقول لك المواطن هو الغلطان في الحري والدوله مساعداه في الموضوع ده. تمام. يعني المفروض يضع حد انه يضع رقابه، يضع مثلا زي ما قلت لك قبل السجن، غرامه لاي زول بينشر خبر كاذب. لو اي زول يعني حدثت له الحاجه دي يمشي يفتح بلاغ يشوف مصدر الخبر وين. الموضوع بيتحلى، ما في زول ثاني بينشر. يعني مجرد ثلاثه اربعه يعني سمعوا انه في زول اتقبض في حاجه غلط، ثاني ما بزال حيتكلم. يعني نقدر نقول انه يكون مفترض يكون في قانون رادع جدا لجرائم المعلوماتيه. أيوة. يعني اي زول يبث او ينشر اخبار كاذبه، اخبار كاذبه او اشاعات او حاجه مضره باشخاص. أيوة. او بمجتمع يتعاقب عقاب يكون شديد. ايوه. عشان اي واحد يفكر ألف مره قبل ما انه يكتب خبر كاذب. بالضبط كده. وانا افتكر مش هو بس مريض نفسي، التهاون مشكله شديد. يعني في مرات اغراض سياسيه وراء الاشاعات. صحيح. نعم. قلت لك كله زي ما قال عادل امام كله بيلعب على كله. تمام. يعني اي زول بيلعب، يعني نحن فتره اي زول بيلعب على الثاني. نحن كنا في فتره عمر البشير بتلقى الناس اللي كانوا مع عمر البشير بيلعبوا عليه هسه، والهسه ما دايرين الزمان. يعني بقى اي زول داير مصلحته. بعدين نحن ما شاء الله يعني دولتنا فيها احزاب كثيره شديد، اكثر من 100 وشويه. ايوه. يعني الحاجه دي كلها يعني بتاثر. يعني اي زول داير انه يكون في الطب كويس، اي زول داير يطلع نقيضه انه هو الغلط، انه زول انه داير يكون هو مكسب لل يعني عشان يكون في الطب. يعني زي ما قلت لك الحاله دي بتخلي الناس يعني في جزئيه مهمه جدا. يعني الاخبار او الاشاعات اللي بقت موجوده عن البلد او على السودان تحديدا هي فقط. نعم. ما محصوره على السودانيين. مواقع التواصل الاجتماعي او الميديا خلقت مساحه كبيره جدا للعالم العربي وحتى الاجنبي بتتبع كثير من المواقع اللي هي بتكون موجوده ومشهوده جروبات فيها. نعم. كميه من الناس، وده مهدد انا بفتكره حقيقي جدا للامن الوطني وحتى موقعنا يعني وسط كل الناس. فأنا بشوف إنه حتى الناس المتضررين سواء كانوا شخوص أو كانت هي الدولة المتضررة الرئيسي من الحاجة دي. نعم. يجب إنه التبليغ الفوري عشان كل صاحب. أيوة. أيدي حق.
كتبت بأن هي إشاعة ومقصود بها البلبلة أو إثارة الفتن أو خلينا نقول أشياء أو كثير من الأمراض اللي يمكن النفسية ذكرتيها، وهي فعلا مرض نفسي. أي مرض نفسي يعني بيكون زول مثلا عنده نقص في حاجة، زي ما بيقولوا في ناس بتكون عندها مشاكل يعني برا بجد فرغة في السوشيال ميديا. تمام، أنا صراحة زي تاني بكرر لك إنه مفروض يكون في يعني واجب قانوني رادع، حتى جرائم المعلوماتية أنا شايفها بعيدة من الحياة دي كلها، بعيدة كل البعد. صحيح. فبرضو بحملها جوته من كده من الذنب يعني. تمام، يعني كيف أنت زول مسؤول في جرائم معلوماتية بتسمح إنه ينشروا أخبار كاذبة؟ أنت إذا كنت الزول ما اشتكى لك، أنت برضو مفروض يكون عندك حق توقف الناس عن حدها. طيب ما أنا صح أنا ما لكن كدولة أنت توقف عن حدها في الحق العام. الدولة نحن بنتكلم عن اثنين هسا. نعم. يعني مثلا أيوة. أديك مثال بسيط، يعني احنا عندنا في السودان ممكن الخبر الحقيقي الناس ما تنشره. صحيح. او ما تتفاعل معه. لكن لما يبقى إشاعة حيتنشر بطريقة غريبة جدا. صحيح. يعني أديك مثال بسيط، يعني حتى في الخبر بتاع حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية. نعم. الإلكترونية. نعم. طلع بعديها مباشرة إشاعة بتقول إنه الحكومة سمحت للمواقع الإباحية، يعني حجبت المواقع الإخبارية الإلكترونية وفتحت المواقع الإباحية. فهي تتخيلي كل التايم لاين بتاع كل السوشيال ميديا كان بيتكلم عن الثاني، عن إنها مع إنها هي إشاعة. نعم. ما تكلمت عن الحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية ولا تفاعلت معها بنفس القدر اللي تفاعلته. يعني نحن نقدر نقول إنه إحنا قاعدين نتفاعل مع الأخبار المثيرة شوية. المثيرة ما قلت لك. أيوة. أنا قبل ما قلت لك ننشرها بدون ما نشوف، بدون ما نسمع، بدون ما نعاين، بدون ما نتحقق. لا ما كده. أيوة. بقت الدولة ما قلت لك هم بدعموا الحرية، هم شايفين انه نحن فترة انتقالية زي ما قلت لك قبل، انه ما خلاص انت بقدر احرار، انت تتحملوا ذنبكم. يعني اذا جابوا لكم اي شيء غلط انت تتحملوه. تمام، يعني انا ما عارفة دائما الناس بتقف عند الحاجات دي لانها مثيرة، مع انها هي ممكن تكون متواجدة، يعني متواجدة لكن الناس بتتغاضى عنها. تمام، لكن كونه تكون حاجة كده علنية دي حاجة صراحة بتعمل بلبلة يعني شديدة. صحيح. لو الناس يكفتها. طيب نقدر نقول انه نحن محتاجين لآلية اعلامية ضخمة لمحاربة الشائعات. نحن محتاجين لقادة إعلامية كبرى، ومحتاجين لوقفة من الجرائم المعلوماتية برضو، يعني مفروض يكون عندها دور في الحاجة دي، يعني يكون اليد الواحدة زي ما بقول ما بتصفق. صحيح. جرائم إعلامية ما حد يقدر تفتح بلاغات في ناس إذا ما لا لكن الدولة يعني مثلا الدولة انتشرت مثلا أسر الخبر بتاع الهسة ذكرته ده له علاقة بالدولة. صح. يعني الدولة بناء على كده مفروض شنو مفروض تفتح بلاغ على طول. أيوة. الدولة تفتح بلاغ، وشوف مين اللي بدأ بالإشاعة ومين اللي نشرت. صحيح. وسبب شنو؟ ولا الدولة بتسكت عن الحاجات دي. يعني أنا ما بعرف، لكن المواطن بيتكلم لكن ما بتلقى انه في ردع. صحيح. نقدر نقول. أيوة. السكوت ذاته هو السكوت يكون ازاله ماذا بالضبط كده. أيوة. نقول انه هو نقطه حقيقيه للموافقه او للقبول. أيوة. ما انت سكتت على قضيه بتمس الوطن والاسر السودانيه. نعم. فانت هنا اديت ضوء اخضر بالنسبه للطريق انه تتفتح شائعات كثيره جدا، سواء كانت تمس الاسر او تمس السودان. خلينا نقول نحن الآن في ظل تغيير حقيقي، دايرين التغيير ده نحول كمية الإشاعات أو الشائعات الموجودة السلبية إلى إيجابية. شنو من الخطوات الممكن كمجتمع سوداني يتخذها في تغيير إيجابي؟ والله الوعي. يعني المفروض الناس أول حاجة تكون واعية، يعني لو أي زول بقى مدرك للحاجة دي أو واعي والله البلد بتمشي. صح. يعني يعني حتى إذا أنا متأكدة، يعني حتى لو الناس كلها تكاتفت بناء بغض النظر عن الشائعات، يعني لو الناس كلها تكاتفت بيجت تقول الحقيقة، بيجت تقول كده، والله الدولة دي بتمشي لقدام، ما بكون في مشكلة بالمناسبة. لكن لما تلقى إنه ده بيتكلم وده بيتكلم ما بتحصل حاجة. لكن الناس مفروض تكون واعية، مفروض تلقى زول يوصل وعي. الإعلام برضو عنده 80% في الحاجة دي. طبعا. لو الإعلام بقى ينشر وعي للناس، بقى يذكرهم بالحاجات دي، بقى كده ما بتحصل مشكلة. ويواكب النشر الإشاعات. يواكب النشر يعني الإشاعات. أول ما طلعت الخبر ويقوله. أول ما طلعت إشاعة مفترض كل المواقع الإخبارية وكل الصحف تنشرها. طوال تنشر المعلومة. لكن للأسف ما بتلقى. أو إنها تكذب المعلومة أو إنها تكذب الإشاعة. طيب خلينا نتكلم عن الفلوتر أو الإنسان اللي ما بكون عنده غرض من نشره، يعني جاته الإشاعة أو جاه الخبر وعلى طول راح ناشره بدون ما يتحقق منه، بدون ما يستوثق من صحته ونشره على طول. يعني زي ده نحن ممكن نقول له شنو أو مفترض هو يعمل شنو؟
والله ده انسان عادي يعني، هو انسان طبيعي ما زينا كده، زي الشمشار بيحب الشمالات يعني انت ما بتقدر تقول عنه حاجه. نحن هسه مرات ما كذب عليك، انا مره جاني خبر بتاع مستشفى انه فاتحه مثلا فاتحه اجهزه مغناطيسيه، انه عامل يعني عامل تخفيضات في الحاجات زي دي، وفي ناس عيانين اترسلت لهم الحاجات دي، فكلهم مشوا المستشفى دي من غير ذكر اسماء، فلقوا انه الموضوع ده شائع. طيب انت ليه تنشر اخبار زي دي لزول مريض انت ما عارف زي شائع بتاع الاطباء وارقام يعني تليفوناته منك تتصل ارقام تليفونات الناس مشت المستشفى من وين والتلتلت ومشت ليه، يقولوا الخبر ده كاذب يعني. يعني الحاجات دي مؤثره شديد يعني بتاثر، يعني انا بستغرب في الناس ليه بينشروا اخبار زي دي. ومرات بيكون في اخبار قديمه لها سنتين بتتنشر بتتجدد صحيح. يعني انا بتذكر في السوشيال ميديا مرات بينزلوا صور، الواحد بيجي يقول لهم يا جماعه الصوره دي قديمه لها سنتين، مثلا صور لزول اعدمه زمان او صوره او الجريمه دي تلقاها في الجريمه أو في زمان او في نيوزيلندا او في حته ايوه بتتنشر والناس بتصدق. فالشعب السوداني للاسف بقى بصدق اي حاجه لانه البلد بقت يعني اوبن تمام صحيح. بقت مفتوحه شديد يعني معلش البلد دي لو زمان كانت بنفس الوضع ده كانت مغلقه الناس كانت ما بتصدق. وخلينا بأمارات كده كانوا الناس بيرجعوا لي يا مي الخبر ده صح ولا لا، السنادر شديد انه زول يرجع تمام لانه الناس خلاص الناس بقت ما قاعده تميز يعني بين الخبر ما بتميز لانه خاطه انه اي شيء ممكن يحصل تمام من الاخر كده انه الناس حاليا بقت خاطه انه اي شيء اي خبر بيجي متوقع ممكن. متوقع صحيح. عشان كده الناس بقت الشائعات كثيرة ممكن ده من الأسباب الرئيسية. طيب برضو خلينا نقول إنه بجانب الناس اللي بقت تتابع متابعة كبيرة جدا لمواقع التواصل الاجتماعي والجروبات اللي بقت تضم ملايين من الناس حول العالم، نرجع للشخصية أو شخوص السودانيين اللي قامات فنية وأساسة ورياضيين وخلاف وصحفيين وأقلام بتكتب وخلافهم يعني في المجالات المختلفة دي. ديل يمكن آخر شايعة هي كانت ربنا يمتعه بالصحة والعافية تجاني حاج موسى، وهو كان قبل تقريبا شهر يعني كان في شايعة لوفاته، ونحن خلينا نقول عملنا معاه كول وطمننا كل الناس وجمهوره، حتى جاء القناة فيما بعد وطمن كل جمهوره. فالحاجة دي بتخلق خلينا نقول مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لأهله لأسرته للناس المحيطين به ولجمهوره المتابعه، فعندها مشاكل كثير جدا على الشخصية ذاتها نفسيا يعني سلبية. فواحدة من الأشياء اللي ذكرها التجاني حاج موسى، يا جماعة خلوني شوية مستعجلين على رحيلي مؤسفة. فدي مشكلة صراحة كبيرة جدا. الآن بقى الفراغ، أنا بقول برضو غير المشاكل النفسية الفراغ أيوة. الفراغ بقت في ناس ما عندها شغلة. أي شغلة غير إنها هي تقعد في مواقع السوشيال ميديا تخلق أو تألف حتى خلينا نقول شائعات وتنشرها، وبقت زي الهشيم الناس بقت تتفاعل معاه زي ما قلت لك قبل مرات الحسين كذاتها كمان يا مي يعني تلقي الكاتب الإشاعة حابك حبكة من كل يعني الزلمة صدق يعني أيوه. أنت لازم تصدق صح. يعني لو ما أنت وقفت وقلت هل فعلا الخبر ده صحيح ولا لا صحيح. يعني أنت حتصدق وحتصدق يعني أنا متأكد أنه هو لو اشتغل في تأليف يعني لو استثمر مخه في حاجة ثانية أو بقى سيناريست يعني ممكن يكون يعني ناجح جدا جدا طبعا. والله بيأثر يا أخ والله خبر الوفاة يعني أنا بتذكر برضو أنه رجالاني ربنا يمتع يعني كده برضو كان أخبار كثيرة جات وأثرت عليه شخصيا وأثرت على معجبينه صحيح. الحاجة دي صراحة يعني أنا صح أنا شايفها بتأثر كثير، لكن أنا عاجبني أنه الناس ما بتصدق الحاجات دي سرعة يعني خلافة ما زي ديك في فريق تمام هناك ممكن تصدق لانه زي ما قلت لك بقى في اوبن تمام، لكن خبر الوفاه دائما انا يعني ملاحظه انه لما انا انشر مثلا بيجي زول يقول لي انت متاكده الكلام ده صح؟ لا 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 بيكون اشاعه يا اخي مستحيل. عارفه ليه؟ لانه يا مي مؤخرا حتى الناس اللي بيتوفوا فجاه او يحصل لهم اي من الاسباب والمسببات وهو اليوم واحد أيوة. فالناس بيقول لك هل فعلا الكلام ده صحيح او الخبر ده هو فعلا صحيح ولا لا، دايرين يتاكدوا على يعني مصداقيه لكلامك صحيح. لكن مع الكورونا صراحه السؤال ده بقى ما موجود فقدنا لا في لا في موجود انا خلت انه يعني في ناس في اسماء اصلا انت بتتوقع انها ترحل عن دنيانا صحيح. فبسبب الكورونا يعني بتلقى يعني كثير من الشخصيات العامه وكثير من الناس اللي حوالينا واللي فقدناهم بدون مقدمات نعم. تلقاهم رحلوا وتوفوا صحيح.
والله يا اخي الاسئله بقت كثيره يعني الناس ما بتصدق طوالي. انا شايفه في وعي في الموضوع ده صح. يعني الناس شو بتسال يعني برضه هسه سمير غانم الله يرحمه اعلاميا برضه الناس ما صدقت طوالي خشت صح. جوجل شافت القنوات المصريه اي خلاص خلاص نزل في التلفزيون معناتها صح صحيح تمام يعني الناس لما تاكدت من التلفزيون ومن الصحف على فكره ما بيصدقوا في اخبار زي دي في اخبار زي دي بالذات الناس ما بتصدق الشائعات في اي خبر ثاني بيصدقوا يمكن نقدر نقول للأسف شديد يعني انه الدوله تهتم بالتلفزيون او تهتم بالاعلام صحيح. لانه عنده موثوقيه لدى الناس يعني لدى صح. المشاهدين يعني للان يمكن التلفزيونات او القنوات او الصحف لسه عندها موثوقيه مع انه زمان كان بيقول لك والله الكلام ده كلام جرايد لكن برضو صح. الجرايد عندها موثوقيه يعني اي حاجه بتطلع في الجريده هي معناتها مفترض تكون صحيحه أيوة. وانها بتكون من مصدر معلوم ومصدر موثوق علشان كده مفترض يكون في دعم للحاجه دي يعني مفترض ذاته الاعلام ياخذ دوره كامل يعني ما ينتظر الدوله علشان هي تقول يا اخي والله كذب لي الخبر صحيح. الفلاني او الاشاعه الفلانيه او يا اخي اقف لي صد قدام الاشاعات الفلانيه مفترض الاعلام ياخذ دوره في انه يكون صد منيع وخط دفاع اول تجاه الشائعات ويوقف حد الشائعات والناس اللي تكتب الشائعات بالضبط كده يعني مفروض يكون في رجع يعني انا زي ما قلت لك الصحافه هي السلطه الرابعه يعني الناس بتلجأ لنا في اي حاجه انه الخبر ده كاذب الخبر ده اشاعه يعني حتى لما تكون في اي شيء مثلا مؤتمر اقيم في زي ما قلت لك بالموقع يعني كده المواقع الاباحيه الناس بقت يعني بتلجأ للصحافه يعني بتلجأ لها انا في ناس كثيرين بيسالوني الكلام ده صح ولا ما صح نحن للاسف قاعدين نتعب عشان نلقى المعلومه الصحيحه بنتعب شديد يعني يلا بس دي المشكله هنا اتصالات انه المفروض ما الناس تتعب المفروض الحياه تكون صحيحه يعني مفترض تديك المعلومه الصحيحه ليه اللي شباب ما رد عليك يا اما ما اشتغل تليفونك يعني انا افتكر انه مفترض كل مكتب اعلام في اي وزاره في الدوله في كل الولايات مفترض يقوموا بدور كامل يعني أي إعلام يتصل عليك مفترض تديه المعلومة كاملة أي مسؤول مفترض يكون تلفونه مفتوح للإعلام والإعلاميين عشان يوصلوا المعلومة الحقيقية صحيح. طالما أنه نحن في السودان لسه ما عندنا مواقع للوزارات ولا مواقع للمؤسسات ولسه الناس بتاخد المعلومة للأسف شد هبتلي فمفترض على الأقل يكون الناس دي حريصة على أنها توصل المعلومة يعني صحف اتصل عليك أو إعلامي اتصل عليك رد عليك لأنه أكيد عنده سؤال لحاجة مهمة عايز يوصلها للناس صحيح. عايز يوصل المعلومة صحيح. الحقيقية الموثوقة من مصدرها الحقيقي نعم. للناس بالضبط ما في داعي أنه الناس تقعد خلف أبواب مغلقة وتقفل إضنينة ما تسمع هو لازم يحصل تواصل يا وائل لازم يكون في تواصل لازم الصحفي يكون في متواصل مع الجمهور يعني نعم. وزي ما قلت لك قبل الردع لو الناس ما تردعت ما حيكون في أشياعات ما حتقيف على فكرة نعم. حتكون مستمرة حيكون الوضع زي ما هو الناس حتكون بتصدق يعني كده والله شكرا لك جدا يا بي عز الدين من خلال المساحة دي صحفية بصحيفة اليوم التالي ونأمل بأنه الشائعات تقيف لحد هنا وتاني إن شاء الله ما تكون في أي شائعات في المجتمع السوداني سواء مهدد للأمن السودان أو كانت شائعات بتهم شخص أو اجتماعية شكرا لك كثير والله شكرا لكم كثير وشرفت بكم جدا وان شاء الله اكون قدمت ماده الناس تستفيد منها وفرصه سعيده ان شاء الله ونلتقي مره اخرى يديك العافيه كثير كثير خيرك تسلم